المؤتمر يعني أهميته خاصة تاريخيا، يعني نحن بضمن لبنان إنه لازم في تاريخ بيناتنا بين الشعب اللبناني والشعب الكردي وكل الشعوب اللي عايشون باللبنان، لازم تكون تأسيس أو بناء على أساس الديمقراطية والمساواة والتعايش السلمي بين الشعب اللبناني وخاصة لبنان. يعني بضمن لبنان كل واحد مسؤول، أو تكون مواطن كردي أو تكون مواطن عربي أو سورياني أرمني، كل شعوب مسؤولين عن لبنان بضمن كل واحد بيمثل هويته، يعني هوية الكردية، هوية الأرمنية أو الأشورية، التركمانية، المسيحية، وحتى تكون العربية، كلهم مسؤولين عن الدولة اللبنانية. اليوم لبنان فيها أزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية، كل جوانب في أزمة. المؤتمر تتركز عن التعايش السلمي، التعايش السلمي بين الشعوب، يعني خاصة بضمن الشرق الأوسط وحتى بضمن لبنان كمان، التعايش السلمي بضمن الأمة الديمقراطية حتى نبني النظام ديمقراطي. كل واحد لازم ينضم بضمن ساحات الاجتماعية، وخاصة يبني من بيوته بضمن عائلته، يبني النظام الديمقراطي حتى نخلص من الحروب ونخلص من الهجومات الخارجية. وكل واحد مسؤول عن النظام الديمقراطي، لازم تكون أساس الهدف المؤتمر. كمان هدف المؤتمر هو بناء الأمة الديمقراطية. طبعا هون باللبنان كمان الأساسية، نأخذ المثال المرأة الشمال الشرقي سوريا، كيف عم بتحافظ على أراضيها وكيف عم بتحافظ على مجتمعها، وبضمن الإدارات موجودة، وبضمن السياسة موجودة، وبضمن كل ساحات موجودة المرأة، ومثالة يعني مثال عن حماية أراضيها وحماية المجتمع، حماية المرأة. نحن كمان هون باللبنان إنه دور المرأة هي أساسية. مثلا صارت الانتخابات بضمن لبنان، إنه لازم تكون المرأة فيه بالساحة السياسية بضمن البرلمان اللبناني. إذا قرارات إن خرجت من البرلمان اللبناني تكون ما موجودة المرأة اللبنانية، فكيف بدها تقرر إنه قرار الحرب أو قرار السلام أو قرار الاقتصادي، كيف بدها تقرر؟ فضمن البرلمان اللبناني بال120 أعضاء البرلمان من مرأة، ثمانية هنين، فهي ثمانية كيف بدها تقرر إنه قرار ذكوري بيظهر قرار الذكوري؟ فهون نقاش الأساسية انضمام المرأة بضمن البرلمان بالساحات السياسية والساحات الدبلوماسية والساحات الاقتصادية، بكل مجالات لازم تكون مرأة فيه موجودة حتى تقرر، تكون موجودة بضمن القرارات.